الذهبية شلفة رشفة، صاحبة الشلفة الذهبية في صباح هذا اليوم بأشواط الإنتاج. نهني هجن الشحانية، والثاني أيضا لمحمد بن خالد العطية. في هذه اللحظات أيضا تتويج الفائز بأيضا خنجر القعدان، خنجر الذهبي مبدي لهجن الشحانية، من استطاع أن ينتزع أيضا الخنجر الذهبي في والشوط الخاص بالإنتاج. هنا أيضا لحظات التتويج، تتويج الفائزين، وأيضا أنجال محمد بن خالد العطية في استلام لرموز الإنتاج. هنا أيضا نتابع الشلفة الذهبية. إذا مشاهدين الكرام، الشلفة الذهبية لهذه لأشواط المساء كانت دواليب حاضرة بالشعار الغرفاوي. نهني سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، والثاني أيضا لسالم بن عامر المدهوشي. يستلم في هذه اللحظات شلفة دواليب، وأيضا التهنية لداعمي هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. يستلمون أيضا خنجر النحاوي، أيضا الحاصل على الخنجر للأشواط المفتوحة. هنا أيضا سالم بن عامر المدهوشي في استلام من السيد عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأيضا السيد مبارك بن محمد بن بادي النعيمي مدير اللجنة المنظمة. هنا الاستلام، استلام أيضا شلفة طواري صاحبة شلفة الخاصة بالعمانيات. هنا أيضا ثلاثة رموز كانت مع الشعار الغرفاوي. نتابع أيضا هنا لحظات الفرح والتتويج من سالم بن عامر المدهوشي، وأيضا أخوانه الكرام في عزبة، في العزبة سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، وأيضا سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني. والصور التذكارية تتابعونها عبر قناة الريان في أيضا هذا التتويج بالرموز الغالية في هذا المهرجان. الكنترول استطاع أن ينتزع خنجر القعدان العمانيات. نهني هجن الشحانية، والتهني أيضا للشبل جابر بن سالم بن فران. هنا لحظات تتويجه بخنجر الذهبي الخاص بالقعدان العمانيات من السيد عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا كان